غالبا انتم تعرفون كل شيء عن امريكا، هالتمثال، هالمدينة، هالرياضة، بس صدقوني انتم ما تعرفون كفاية عن كرة القدم او مثل ما يسمونها سوكر. It's called soccer. Let's go USA. Yeah. لا، في شيء غلط. امريكا ما احتاج اعرفها لان اوريدي شقتنا اعلاميا في كل مكان. هم الوحيدين في العالم اللي غيروا اسم اللعبة من فوتبول إلى سوكر. قبل 4 ساعات مباراة رايحين كورنيش عشان نشوف الجمهور اللي هناك ونسولف معه. ساكين الكورنيش كامل بس عشان الناس يمشون. وعلى جولف كارت حق الشرطة. الكورنيش من أهم شوارع قطر الأساسية يعني. من أحلى الأشياء اللي تاتلي على المباني كلهم مزينين بطريقة عجيبة. الحين مباراة هولندا ضد إكوادور صح؟ عمارة محطوط عليها النتيجة. Why it's soccer not football? Oh, I have no clue. Even I'm American. Let me use Google. Let me ask my uncle Sheikh Google. They are the most controversial words. It's football, not soccer. Football or soccer? Football! It's called soccer. Maybe they just like to name everything different. America. No way, no. Football in America is different game. So we have to call it soccer. لأن عندهم لعبة ثانية اسمها American football اللي هو المفروض تلعب بالريل بس أغلبها باليد، ما أعرف ليش سموها. نرجع للكرة. أمريكا المصنف 16 عالميا، هو يعتبرون من أوائل الدول اللي لعبت كرة القدم. أما بالنسبة لمشاركاتهم كأس العالم، هذه المشاركة 11، برافو. أغلب الدول اللي في كأس العالم كرة القدم بالنسبة لهم هي اللعبة الأولى في الدولة. في أمريكا الوضع غير. تتوقعون أي مركز كرة القدم؟ It's actually the football game. It's the baseball and the football, but for some reason I like the football. It's the more I can see the manhood, the boom boom. See, you can see really man flipping, bumping, hitting, you know. كرة القدم تعتبر الرياضة الخامسة في أمريكا بعد البيسبول، كرة السلة، هوكي الجليد، والأمريكان فوتبول. We get that in soccer sometimes, don't we? We get ties. It's football, not soccer. Oh, excuse me. من المصادفات العجيبة أن الفريق النسائي لكرة القدم في أمريكا هو الأقوى في العالم، الأكثر تحقيقا للبطولات. And they are the golden girls. السؤال اللي في بالي، لو لعبوا ضد بعض الرياييل والنسوان، مين يفوز؟ Just told them like the women team is the best in the world, the U.S. women team. Of course. Even Alex Morgan. No chance for the women. Women will never beat men at football. Physiologically, they won't be able to. Men are more stronger, faster. The women will win. See, he's with the ladies. I'm against the ladies. They're all mad at me now. الأمريكان ملوك الشو والدراما وهوليوود، فأكيد عندهم مفاجآت. The new movie. I'm not allowed to release that information. Oh, on the contract, you know. يلا شباب المباراة. ملعب البيت بعيد ترى. مو ملعب البيت، يعني ملعب اسم البيت. أنا بس بحط لكم هاي. شوفوا كم مرة بيسبون. USA. 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 Throw the tea in the harbor. So what that means? We declared our independence. England. Party, bro. Yeah. Are we winning today? Yeah, taking them down. وصلنا البيت، واحد من أحلى الاستادات حق العرب وحق الأجانب. ليش؟ لأنه باختصار خيمة كبيرة، أكبر خيمة ممكن تشوفها في حياتك. شوفوا الاستاديو اللي فوق على كل الملعب، هاي نكشة تليجية معروفة باسم الاستاديو. فكرتها غالبا تكون حق بيت الشعر، اللي هو البيت اللي يستضيفون فيه الضيوف. الكونسبت خيالي. How much do you think like the score will be? Maybe 1,000. 1,000 for USA? Yeah. Woo! فل 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 فل. صار المكان خلاص عند جمهور إنجلترا. متعصبين بيكنسلوني. خلاص شباب أمريكا بسرعة. Go USA! الناس أشكالهم عجيبة. USA! يصير أشياء ملونة وأشياء تحس رايح عيد ميلاد. Ooh, nice tie. I like it. Cowboys! شلون تعرف المباراة حماس؟
في احد قاعد، كلهم واقفين. I found my cowboy. What's up, bro? Finally. Where'd you get the shirt? I like it. You like it? Yeah. Wanna change after the match? USA! 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 He used to play professional, yeah. That's cool, man. That's cool. Guys, what's that? Home team? Yeah. Fahd al-Abyad. شريحة لحم. جمهور الأمريكي. Awesome. You might want it better like this, ready? Whoa! What's happening here? كل ما أحس إن أنا الحين بشوف أغبى شخصية، في شخصية أغبى مني. I believe that we will win. أغاني بسيطة. It's called soccer. Good one. Go. قاعد يسوون زين. قاعد يسوون صح. So what to do? 10 10 10 10 10. من الأشياء اللي وايد اشتهرت في المونديال شيء أبداً ما كان في الحسبان، The Metro Guy، رجل المترو اللي يتابعونه صاروا ملايين من حول العالم عشانه بس يقول مترو مترو. والأحلى تقدير المونديال لهذا الشخص يوبوه بين الشوطين بس عشان يقول كلمة الشهيرة مترو. مو لصالح امريكا بس كلهم موجودين في الملعب ياخذون صور مع بعض لان كل واحد عنده زيت تنكري مختلف تعبان عليه يبي يستانس فيه. مترو ذيس واي، مترو ذيس واي. فقرة التقييم، يلا نقيم الامريكان. احس ان اوسكار كذي قاعد اقيم الامريكان. في المنظر اعطيتهم 9 من 10، بصراحة ابداع. واضح انهم مزجين على منظرهم. التشجيع 7 من 10. للامانة الجمهور كان يبي يشجع. حتى هجمة من الهجمات يجيب الكور شجعوه. يا بو يا بو. بالنسبة حق الهازيج 3. USA USA. ما عندهم غيره. USA USA USA. الأخلاق 7. ما شفت منهم لك الخير بس في نفس الوقت ما شفت منهم أكثر، كانوا عاديين. Can I have a Muslim hug؟ الله يبارك فيك. بالنسبة حق الروح أعطيهم 9 من 10. الجمهور كان في حماس مع أن تفاعلهم شوي أوفر. تعرفون الأمريكان بس ما وقفوا تشجيع. تقييمي للجمهور الأمريكي 7. أتمنى عجبكم الفيديو، ما أبي أذكركم باللايك بالسبسكرايب بغيره، بس أبي أقول لكم إن في إنستغرام قاعد ننزل محتوى تماما مختلف، روحوا شوفوا هناك. كيف تهيألك إن مباراة أمريكا لكن فعليا أنا في هوليوود. People are dying.